بأمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، يتقدم معالي وزير الديوان الملكي بوافر الشكر والتقدير وعظيم الامتنان إلى العائلة الملكة الكريمة على تهانيهم لجلالة الملك المفدى وحضورهم ومشاركتهم في احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 من ديسمبر، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى 19 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم وإلى رؤساء وأعضاء جميع سلطات الدولة والمؤسسات الدستورية ورجال السلك الدبلوماسي ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وشركات القطاع الخاص على تهانيهم لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة الوطنية وحضورهم احتفالات 16 و17 من ديسمبر، وإلى جميع المواطنين داخل البلاد وخارجها، وإلى رؤساء الجمعيات السياسية وجمعيات النفع العام ورؤساء وأعضاء الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية، وإلى رؤساء تحرير الصحف المحلية ووسائل الأعلام المختلفة، وإلى المقيمين على أرض مملكة البحرين العزيزة، وإلى جميع من شاركنا في هذه الاحتفالات الوطنية والذين أعربوا عن خالص تهانيهم وفيض مشاعرهم بمناسبة ذكرى عيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والعيد الوطني المجيد من خلال برقيات التهاني أو الاتصالات أو الإعلان في الصحف المحلية أو الشوارع الرئيسة وإبراز مظاهر الاعتزاز بالعيد الوطني وعيد جلوس صاحب الجلالة الملك المفدى في مختلف محافظات المملكة عبر إقامة الاحتفالات والمهرجانات والمسيرات الشعبية وبما فاضت به قريحتهم من قصائد جميلة ومقالات معبرة ومقابلات إذاعية وتلفزيونية وجميع أشكال التعبير الأخرى بهذه المناسبات الوطنية المجيدة، وأن يديم على البحرين العزيزة أمنها واستقرارها وما تنعم به من نهضة وتقدم وازدهار. ونستذكر تضحيات شهداء الوطن الكرام الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الذود عن الوطن وضربوا أروع الأمثلة في الانتماء والإخلاص الوطني، مقدرين تفاعل الجميع مع يوم الشهيد البحريني بكل فخر واعتزاز.